والآن مع الشريط الثالث، أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، حديثنا الليلة حديث خاص عن رجل خاص، أما عثمان فتفرد له فصول. إن تكلمت عن الحياء فهو عثمان، وإن تكلمت عن التواضع فهو عثمان، وإن تكلمت عن الجود والسخاء والبذل والعطاء فهو عثمان، وإن تكلمت عن بكاء الليل وقيام الليل فهو عثمان، وإن تكلمت عن التضحية لهذا الدين فهو عثمان. سئل الإمام علي عن عثمان بن عفان قال: ذلك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. تسألوني عن من؟ عن رجل يسمى في السماء ذا النورين تسألون الإمام علي عن؟ إنه عثمان. ولد بعد النبي بست سنين، فهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بست سنين. كان رجلا ربعه، لا طويل ولا قصير، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين، رجل قبل الإسلام في الجاهلية محبوب في قريش، كل الناس تحبه. تعرف لما؟ لأنه ثري ومتواضع، وقلما تجد ثريا متواضعا، قليل. فأغلب الأثرياء يتكبرون ويتغطرسون ويرون أن لهم فضلا على الناس إلا عثمان، فهو الثري بماله لكنه الفقير بتواضعه، أحبه الناس جميعا. هذا الرجل لم يسجد لصنم في جاهلية قبل الإسلام، ما سجد لصنم، بل كان أبعد الناس عن الفواحش، وكان يستنكرها قبل الإسلام. كيف يأتي الناس الزنا؟ وكيف يشربون الخمر؟ وكيف يفعلون الفواحش قبل الإسلام؟ هذا الرجل إنه عثمان بن عفان أراد أن يتزوج ابنة لأحد، بل لأفضل الناس في قريش. ابنة من؟ ابنة النبي، كان يريد الزواج منها، ابنة النبي رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى الزواج منها لكنه لم يستطع. زوجها النبي من؟ ابن عمها عتبة ابن أبي لهب، تزوج رقية بنت النبي، فحزن عثمان وضاق صدره وكثر عليه الهم. ومرت الأيام حتى جلس يوما من الأيام، هذا قبل إسلامه، جلس يوما من الأيام في بيته، فجاءتهم خالته، خالته كانت امرأة عاقلة، سعدة بنت كريس، وعثمان معروف بعقله ورجاحة عقله في الناس، عنده خالة عاقلة مثله، فجاءته فسألته: ما بالك مهموم يا عثمان؟ فأخبرها كان يتمنى الزواج من رقية لكن لم يستطع. فقالت له: أو أبشرك؟ قال: بما تبشريني؟ قالت: نبي ظهر. قال: ماذا؟ قالت: نبي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام. قال: ماذا تقولين؟ يقول: خرجت وأنا أفكر في كلامه، ماذا تقول؟ نبي منا يدعو إلى عبادة الله، وعثمان كان يتمنى هذا منذ زمن. فلقي من في الطريق؟ لقي أبا بكر، فقال له: يا أبا بكر، أسمعت ما قالت خالتي؟ قال: ماذا قالت؟ قال: تقول أن هناك نبي يدعو إلى عبادة الله ونبذ الأصنام. قال: صدقت خالتك. قال: ماذا تقول أنت؟ قال: يا عثمان، أنا أعرفك، أنت رجل عاقل حازم، لا يشتبه عندك الحق والباطل، ألا ترى ما يعبد قومنا؟ قال: ماذا؟ قال: يعبدون حجرا لا يسمع ولا يبصر. هذا من؟ هذا أبو بكر يكلم عثمان في الطريق. قال: يعبدون حجر لا يسمع ولا يبصر، وإن هذا النبي يدعو إلى عبادة الله وحده. قال: من هو؟ قال: إنه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: الصادق الأمين؟ قال: نعم، إنه الصادق الأمين. قال: أين هو الآن؟ قال: هو في بيت فلان. قال: خذ لي.
قال عثمان: فذهبت فدخلت على النبي، انشرح صدره الآن. يقول: دخلت عند النبي، يقول: ما إن امتلأت عيني به وسمعت أذني كلامه إلا انشرح صدري للإسلام. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. عثمان هداه الله، تعرف لما؟ ليصبح ممول هذا الدين الجديد، ليصبح عمدة هذا الدين بماله وإنفاقه، فالدين يحتاج أمثال عثمان. دخل عثمان الإسلام، وما مرت الأيام إلا وأبو لهب يبدأ بالإيذاء لرسول الله. عم النبي بدأ بالإيذاء، بدأ يحث التراب، بدأت زوجته أم جميل بخبثها تفعل مثل فعله، حتى أنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لن يستفيد من ماله، سيصلى نارا ذات لهب. فهددت أم جميل النبي، فقال الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب، مثله في جيدها حبل من مسد. ذهب أبو لهب إلى ابنه عتبة فقال: يا عتبة طلق رقيح، يريد أن يؤذي النبي بابنته. قال: ماذا يا أبي؟ لما يا أبي؟ قال: لا تستحق أن تكون زوجة لك، طلقها يا بني. فطلقها عتبة، ورجعت رقية مطلقة إلى بيت أبيها. ففرح في ذلك اليوم من؟ عثمان بن عفان. إنه يومه، يصاهر من؟ الصادق الأمين. يصاهر من؟ نبي الأمة الذي حبه تعلق في قلبه، كان يريدها من قبل الإسلام، فلما أسلم ازداد شوقه لها. ما مرت الأيام إلا خطبها، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزوجه فردة كبده، يعطيه رقيح، فصار صهر النبي عليه الصلاة والسلام. أعطاه النور الأول، هذا النور الأول، فصار عثمان ذو النور، هذا النور الأول، وصار زوجا لها. فعذب عثمان المحبوب، المحبوب في مكة يعذب، حتى تضايق عثمان، لم يستطع أن يتعبد ربه ولا أن يذكر ربه. استأذن الرسول أن يخرج، أن يهاجر من مكة. ولم يا عثمان؟ يريد أن يسيح في الأرض يتعبد الله عز وجل، وكأن الله أشار إليهم بهذا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. كأن الله أشار للصحابة: ما الذي يمنعكم عن الهجرة؟ هاجروا. من تضايق في العبادة ليخرج. خرج أبو بكر، خرج كثير من الصحابة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تاجر ضحى بتجارته، ضحى بسوقه، ضحى بزبائنه، ضحى بقوافل التجارة كلها، لأجل ماذا؟ أن يهاجر لله. فهاجر الهجرة الأولى مع رقية الحبشة، وأخذ يتعبد ربه سنين. ثم لما اشتاق إلى النبي، اشتاقت ابنته لأبيها، رجع مرة أخرى، وظل يصابر في مكة، يتحمل العذاب ويتحمل الكلام ويصطبر مع الناس، حتى أذن لهم بالهجرة فهاجر إلى المدينة. ما مرت سنة وسنتين في المدينة إلا أصيبت رقية بالمرض، بنت النبي، بمرض شديد. وجاء وقت معركة بدر، فقال عثمان: يا رسول الله، أريد الخروج معك في الجهاد. فقال له النبي: بل امكث، اجلس يا عثمان. يجلس مع من؟ قال: مرض رقية، رقية بحاجة إليك. ولم يكن النفير عام،
من شاء يخرج يخرج، ومن شاء يجلس يجلس في بدر. لم يكن النفير عاما، فاستخلفه النبي على رقية. فلما عاد النبي من بدر رأى أن رقية قد اشتد مرضها فماتت رضي الله عنها. كم حزن عثمان، كم دمعت عيناه. المصيبة مصيبتان، المصيبة الأولى موت حبيبته، المصيبة الثانية انقطاع مصاهرته مع النبي. يا لها من مصيبة، لكنه صابر. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما مرت الأيام إلا واساه النبي، قال يا عثمان تريد الزواج؟ قال نعم يا رسول الله. قال أزوجك بنت الثانية. فزوجه أم كلثوم، فسمي منذ ذلك اليوم بذي النورين. أعطاه النبي نورين، رقية وأم كلثوم. أسألكم بالله، هل سمعتم في الأخبار وقرأتم في القصص وسمعتم في الآثار أن نبيا زوج ابنتيه لرجل؟ أي نبي؟ بل ليس أي نبي، إنه خير الأنبياء والمرسلين. زوج ابنتيه لعثمان، ثم ماتت أم كلثوم بعد سنين. قال النبي والله لو كانت عندي بنت ثالثة لو زوجتها عثمان. أي ثقة هذه وأي حب هذا؟ رقية لما زفت إلى عثمان في مكة، لما زفت إلى عثمان يقولون رقية كانت جميلة بنت النبي، وكان عثمان أيضا جميلا، كان بهي الطلعة، حتى كان يقولون لهما في الزفاف من جمالها وجماله كان يشعرون أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. أحسن زوجين من جمالهما ومن أخلاقهما. النبي يأتي إلى رقية في ليلة العرس يقول لها يا رقية يا رقية أحسني إلى أبي عبد الله، إلى عثمان، أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أقرب الناس من أصحابي بي خلقا، أقربهم خلقا بي. عثمان بن عفان. مرت الأيام والتاجر رضي الله عنه يعمل بالتجارة وينفق على الفقراء والمساكين، حتى جاءت غزوة من الغزوات اسمها تبوك. شوف ما الذي حصل. تبوك كان الصحابة كثر، والذين أرادوا الجهاد بلغوا 30,000، والنبي ما كان عنده ما يجهزه بهم، ما عنده. جاء الناس من البوادي ومن القرى يريدون الجهاد مع رسول الله، ما عندهم شيء. فدعا النبي الناس للصدقة، فجاء أبو بكر في ذلك اليوم بكل ماله، وعمر بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف ب4,000. قال ما أبقيت لنفسك يا عبد الرحمن؟ قال 4 أخرى نصف ماله. قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. حتى جاء دور من؟ عثمان. إلى الآن الجيش لم يجهز، إلى الآن الجيش فيه حاجة كثيرة. فقال النبي من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من جهز جيش العسرة غفر الله ذنبه. وكان لعثمان قافلة كادت أن تسير إلى الشام محملة بأقتابها وأحلاسها. بكم؟ 100 بعير كلها محملة، وكادت أن تسير إلى الشام. فأسرع عثمان، هذا يومه وهذا وقته. من يمول الإسلام غير عثمان؟ فنادى أن تقف هذه القافلة وأن تلغى البيعة وأن تبطل كل الصفقات، ويأتي بالقافلة 100 بعير بأقتابها وأحلاسها فيتصدق بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يكتفي عثمان، ما رضي، ذهب إلى 100 أخرى من الإبل فتصدق بها، ثم 100 ثالثة فتصدق بها، ثم 100 رابعة، فأوصلها عثمان في ذلك اليوم 940 بعيرا، وجاء ب60 فرسا فتصدق بها، ثم جاء ب700 أوقية ذهب و10,000 درهم فنثرها بين يدي النبي، نثر المال والذهب. فقال النبي بعد أن نظر
قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مثل الذين ينفقون أموالهم، كل تجارته، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل رجع جيش تبوك وبقي كثير من الإبل ومن الأموال التي تصدق بها عثمان، فقال النبي: ردوها لعثمان صاحبها. قال: والله لا أخذ منها شيئا، لا أخذ منها شيئا، شيء تصدقت به لله لا أرجع منه شيئا. احتاج النبي إلى بئر، شوف التجار الصالحين، انظر لأصحاب الأموال صادقين. احتاج النبي إلى من يحفر بئرا تسمى بئر روما. يحتاج المسلمون إلى الماء، والماء هو لب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فانتدب النبي التجار، قال: من حفر بئر روما فله الجنة، من حفر بئر روما فله الجنة، من لها غير عثمان؟ إنه عثمان بن عفان. قام فحفر البئر وعادها مرة أخرى. كان عثمان كل جمعة، كل جمعة تعرف ماذا يفعل؟ يعتق عبدا ويفك رقبه كل جمعة. عند من العبيد واحد يعتقه ويشتري، يأتي إلى الناس: من عنده عبد؟ فيقول رجل: أنا عندي عبد. بكم تبيعه؟ يقول: بكذا. بأي ثمن؟ يزيدون السعر، لأن عثمان الشاب يعرفون، يشتري يشتري. فيشتري عثمان كل جمعة يعتق 2، عبدا من عبيده وأحد الرقيق من الناس يشتريه ثم يعتقه لله عز وجل. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يوم من الأيام أراد الصحابة أن يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من الطارق؟ من المستأذن؟ قالوا: أبو بكر. قالوا: أذن له وبشروه بالجنة. دخل أبو بكر، ثم طرق الباب آخر، قال: من؟ قالوا: عمر. قال: أذن له وبشروه بالجنة. فدخل. ثم الثالث، من؟ قالوا: عثمان. قال: أذن له وبشروه بالجنة على بلوى ستصيبه، أي لم يموت موتة عادية، سوف تصيبه بلوى يدخل بسببها الجنة. إنه عثمان، وطال من انتظر، وطال من انتظر وصية النبي. مصيبة تصيبه ويموت شهيدا ثم يدخل جنة أرضها السماوات والأرض. تقول عائشة: كان النبي جالسا وقد حسر عن شيء من فخذه، فطرق الباب أبو بكر، قال: من؟ قال: أبو بكر. تقول عائشة: فدخل أبو بكر والنبي على هيئته، ما قام عليه الصلاة والسلام، صاحبه، فدخل يحدثه. تقول: ثم طرق الباب آخر، قال: من؟ قال: عمر. فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي على هيئته، ولازال النبي يحدثه وهو على هيئته. ثم الثالث، قال: من؟ قال: عثمان. تقول عائشة: فاعتدل النبي وأنزل ثوبه، فقالت له: يا رسول الله، لم يعني تعتدل لما دخل أبو بكر وعمر، واعتدلت لما دخل عثمان؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ملائكة الرحمن، ملائكة الله، التي بعضها بصيحة دمر أمة من الأمم، التي بعضها بجناح قالب قرية بأجمعها، التي بعضها تحمل العرش، تستحي من من؟ تستحي من عثمان بن عفان. وفي رواية قال النبي لما سألته عائشة، قال: خشيت
قال خشيت أن إن أذنت له وأنا على تلك الحال، يعني وأنا كاشف عن شيء من فخذي وجالس، قال ألا يطلبني حاجته. يعرف عثمان، عثمان يستحي، بل كان عثمان من شدة حيائه يقول عن نفسه ما اغتسل يوما من الأيام وقد نزع إزاره، يغتسل وإزاره عليه من شدة حيائه، يقول أعلم أن الله ينظر إلي كيف أتكشف. هذا عثمان، يقول النبي يوم أشد أمتي حياء عثمان بن عفان، الحياء لا يأتي إلا بخير، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أي والله الدنيا ما فيها خير إذا الإنسان ما يستحي، ولهذا كما جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عثمان عجيب، عثمان يروى عنه أنه كان يقوم الليل بالقرآن كله، هل تصدق؟ بل يقولون ختم القرآن كله بالليل بركعة. فاستنكر عليه رجل قال يا أمير يا عثمان يا أبا عبد الله ختمت بركعة ما صليت ركعة ثانية؟ قال إنما هي وتري، ختم القرآن بالوتر. من؟ إنه عثمان بن عفان، يقوم الليل عنده خدم ما يوقظ أحدا من الخدم يساعده بالوضوء، فيقولون لو يعاتبون أهله هل أيقظت أحدا من الخدم يعينك على الوضوء؟ يقول لا، الليل لهم يستريحون فيه، الليل لهم يستريحون فيه. قال ابن عمر أنزل الله في عثمان أمن هو قانت آناء الليل. انظر إلى ليل المسلمين اليوم وليل عثمان، ليل عثمان قرآن وبكاء وصلاة وسجود وركوع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة. نزلت في عثمان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول لأصحابه يوما قال والله لو طهرت قلوبنا، لو قلوبنا طاهرة ما شبعنا من كلام الله الذي يختم القرآن بليلة. يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. أما الناس اليوم كأنه وقعت فينا الشكوى، فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كأن الناس اليوم لا يبالون بالقرآن، ينتظر رمضان حتى يختم، فقط لا يختم إلا في رمضان. أين هو من القرآن عثمان؟ سوف ترون كيف ختمت حياة عثمان. ليله قرآن، نهاره صيام، لسانه رطب بذكر الله. يوم من الأيام في زمن أبي بكر حصلت مجاعة، قحط، جاع الناس، كثر الفقراء، كثر المساكين، والناس تريد أكلا وشربا ما عندهم في زمن أبي بكر. فإذا بعثمان تأتيه قافلة، مبارك هذا الرجل، جاءته قافلة من الشام، فتوافد عليه التجار فقالوا له يا عثمان يا عثمان أنا أشتريها منك. قال بكم؟ قال العشرة بأحد عشر. قال الثاني أنا يا عثمان العشرة باثنى عشر. قال الثالث أنا يا عثمان بثلاثة عشر. قال الرابع بأربعة عشر. قال إني وجدت تجارة خيرا من هذا. قالوا كم؟ قال الدرهم بعشرة، الدرهم بعشرة، هل تطيقون هذا؟ قالوا والله ما نطيق. قال هذه تجارتي مع الله عز وجل. أيها الناس إني وهبت القافلة للفقراء والمساكين، فإذا بالفقراء يأخذون وإذا بالمساكين يأخذون. قال إني وهبتها لكم بلا ثمن، أولئك يرجون
تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن التجارة مع من؟ مع الله جل وعلا. ولهذا عثمان أكثر الله ماله وزاد الله في رزقه، ليش؟ ما وجد مجالا للصدقة إلا وأعطى، مجالا للإعطاء إلا وأعطى، سخي معطاء كريم جواد. في فتوحاته في خلافته فتح الله عز وجل على المسلمين فتوحات. سمعتم بمنطقة اسمها أرمينيا فتحت في عهده، القوقاز فتحت بعهده، خراسان بسط المسلمون حكم الإسلام في عهده، قبرص في عهده، كرمان في عهده، أكثر بلاد أفريقيا في عهد من؟ عثمان بن عفان، الرجل البطل الشجاع الذي كان يسير الجيوش. بل يقال أن المسلمين ما أحسوا بالرخاء والنعيم إلا في عهد عثمان. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، في عهد عثمان بدأت العطايا وبدأ النعيم. إمام عادل، خليفة الراشد، بل كان يعطي الناس رواتب ويوزع الغنائم ويعطي الناس كسوة ثياب، حتى الثياب على الخلافة. وكان أحيانا يوزع على الناس سمنا حتى خواص الطعام، بل كان يوزع عليهم عسلا وأكثرهم ما ذاقه منذ زمن، وكان يعطيهم طعاما ما ذاقوه أبدا. عثمان بن عفان كرمه جعل الناس يشعرون بالغنى والثراء. جاءه حذيفة يوما قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس. قال ما الخبر؟ قال الناس يختلفون. قال بماذا يختلفون؟ قال يختلفون بالقرآن. قال كيف؟ قال قراءتهم تختلف، والقرآن نزل على عدة ألسنة قراءات، والناس في ذلك الزمان بدأوا يختلفون، كل منهم يخطئ صاحبه. الذي عندي خير من الذي عندك، يقول الثاني بل الذي عندي خير من الذي عندك. قال أدرك الناس يا عثمان. أبو بكر جمع القرآن بمصحف، أما عثمان فالوضع أصعب والأمر أكبر، ودخل في المسلمين حديث عهد بإسلام، واندس المنافقون وكثر غير العرب ودخلوا بين الناس وضعف اللسان من كثرة الفتوحات. قال أدرك الناس، فإذا بعثمان يستشير أصحابه، فاستقر على رأيه. قال أرسلوا إلى حفصة، حفصة بنت من؟ بنت عمر. قال أرسلوا إليها تعطينا المصحف الذي جمعه أبو بكر. فجاءت حفصة بالمصحف، فقال عثمان بن عفان أين زيد بن ثابت؟ نادوه، جاء زيد. أين عبد الله بن زبير؟ نادوه. ثلاثة أربعة خمسة من الصحابة، من علماء الصحابة ومن خلص الصحابة، جلس معهم عثمان. قال هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر، أطلب منكم أن تنسخوه نسخ مراجعة. مجموعة من الصحابة بدأوا ينسخون المصحف، فلما نسخ مصحف الذي كان عند حفصة أكثر من نسخة، أرجع النسخة الأصلية إلى حفصة، ثم أرسل النسخ إلى الولاة أن اعتمدوا هذا القرآن وما سواه فأحرقوه. وجمع الناس على كلمة واحدة، وإذا بالناس تتآلف قلوبهم وترجع الأمة أمة واحدة. دائما يبكي إذا مر بالمقبرة، بكى، وإذا رأى جنازة بكى، وإذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى. ما بالك يا عثمان؟ كلما ذكر الموت بكيت. قال تعرفون لمن؟ قالوا لما؟ قال إنه أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد عليه كان ما بعده أشد. نعم، إن عثمان رضي الله عنه يعلم أن الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، مبشر بالجنة وهو يخاف من القبر، مبشر بالجنة مشهود له بالشهادة في سبيل الله، يخاف من الموت، يخاف من القبر. ماذا نصنع نحن؟ ماذا نقول نحن؟
عثمان بن عفان يقول والله لو كنت بين الجنة والنار، شوف الكلام، لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير، ما أدري الحساب على أي شيء ينتهي، يقول لتمنيت أن أكون رمادا، لتمنيت أن أكون ترابا. الذين يؤتون ما آتوا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خوف، لما أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الذي بشر بالجنة يقول هذا، ماذا نقول نحن؟ كان عاجلا، كان منصفا، عنده خدم، مرة غضب على خادم، ضربه؟ لا، مسك أذنه ففركها مرة من المرات، وهو بشر يغضب، فناداه عثمان تعال أيها الغلام، فرجع، ما صنع شيء عثمان، الناس تضرب وتجلد وتعذب، هو فرك شيئا من أذنه، يا غلام ارجع، فرجع، قال افرك أذني. عثمان يقول للخادم، للغلام، قال افرك أذني، قال لا يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين وسيده، قال لا لا أفعلها، قال بل تفعل، قال كيف يا أمير المؤمنين، قال افرك أذني، غضب عليه عثمان، قال كيف يا أمير، قال أقول لك اسمع واعمل، فمسك الغلام أذن عثمان فقط مسكه، قال اشتد، ما فعلها، كيف يفعلها، قال اشتد يا غلام، فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة، فإني اقتص مني في الدنيا ولا تقتص مني في الآخرة، تعرف ليش؟ والذين هم من عذاب ربهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. صلى الفجر يوما هو الخليفة، وبعد صلاة الصبح قال الناس اجلسوا، قال هذا الوليد بن عقبة، تعرف من الوليد بن عقبة؟ أخو عثمان من أمه، أخوه من أم واحدة، فقال الناس هذا الوليد بن عقبة ثبت عليه شرب الخمر، قال هل من شاهد؟ فقال بعض الصحابة يشهدون، فإذا به يأمر أمام الناس أن يجلد ليبين للناس أن هذا الحكم، هذا حكم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما في مجاملة، هذا أخي وهذا أبي وهذا عمي وهذا ابن فلان، حكم الله ينفذ. هذا عثمان بن عفان يريد أن يبين لهم أن حكمه كما قال الله، وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. في ذلك اليوم، بل في تلك الأثناء، بدأ المنافقون يندسون، وكثر أعداء الدين، وبدأ الذين يظهرون الإسلام يبطنون الكفر يكيدون المؤامرات. قتل من؟ عمر، وانكسر باب الفتن، وبدأت الفتن تموج في هذه الأمة منذ أن قتل عمر، وإذا بالمندسين في المدينة يبدأون يثيرون الفتن. كيف يثيرونها؟ يتمسكون ببعض الزلات، إن كانت زلات على عثمان، فينشرونها بين الناس، يبحثون عن سقطات حتى يؤلبوا الأمة على إمامها وعلى حاكمها، فبدأوا ينشرون بين الناس، انظر لعثمان ولأقربائه، ليس هو الذي ولاهم في عهد عمر وأبي بكر، وكانوا من خلص الصحابة ولاهم، ليس لأنهم أقرباءه ولا كل الناس، بل أقام الحد على أقربائه عثمان، هو العادل، قال انظروا لعثمان خليفة المسلمين حتى بدرا ما شهدها. شوف الخبث، هم يعلمون أن النبي خلفه على ربه، وبدأوا يثيرون الفتن ويثيرون، حتى سموا بالثوار، سمي ما تسميه، لكنهم ضلال أهل زيغ وانحراف، حتى جاء رجل من بعيد، شوف مسافر من بلد بعيدة آلاف الكيلومترات فقط علشان يتأكد من زلات عثمان، شوف هذا المرض الذي وجد منذ ذلك الزمن، فجاء لابن عمر قال أسألك بالله أصدقني، قال إني صادق، إني أصدقك، ابن عمر يكذب؟ ما يكذب،
قال هل شهد عثمان بدرا؟ قال لا والله ما شهد. قال هل فر يوم أحد؟ تعرفون في أحد بعض الصحابة تراجعوا لما ظنوا أن النبي مات، قال نعم. قال هل شهد بيعة الرضوان؟ قال لا. فقال الرجل الله أكبر الله أكبر، خلاص يعني كأن الآن حصل على التأكيد أن عثمان ضال، أن عثمان منحرف، أن عثمان لا يصلح للولاية. شوف الخبث، شوف الشيطان كيف دخل. وهذا المرض للأسف انصرف الإنسان يغلب إساءة الظن على إحسان الظن، عدم التثبت والتبين، البحث عن السقطات والزلات، مرض مدمر. فقال له ابن عمر تعال 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 أحدثك عن الثلاث. ابن عمر ظن أن الرجل يتثبت من أمر علمي، ما علم أن الرجل مريض. قال تعال تعال أحدثك. أما إنه لم يشهد بدرا لأن الرسول خلفه على ابنته رقية وكانت مريضة، الرسول خلفه. أما إنه فر يوم أحد فإن الله عز وجل عفى عن الناس، ولقد عفى الله عنكم. توقف على رجل عفى الله عنه. أما إنه لم يشهد بيعة الرضوان فإن البيعة ما كانت إلا لأجله، فإن النبي لو وجد أحدا أعز عليه من عثمان لأرسله، أرسل عثمان إلى مكة، فلما ظن الناس أن عثمان قتل بايع النبي بيعة الرضوان، ثم قال النبي هذه يدي عن عثمان، فبايع النبي عن عثمان بن عفان، فكأنه شهد البيعة عثمان، الرسول يبايع. ثم بعد هذا تنقمون على عثمان، لكن الخبث استمر والفتنة ازدادت والمنافقون مندسون والطابور الخامس يعمل وأهل الزيغ والنفاق يتكاثرون، وبدأت الفتوحات والمدينة اختلطت، وكبار الصحابة قتلوا، ومنهم من استشهد، ومنهم من يفتح الأمصار، ومنهم على الولايات، فدخل المدينة كمن دخلها، حتى بدأ الخوف والخطر يصل إلى بيت عثمان. تجمع الصحابة، ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ الثوار تكاثروا والناس يتكلمون، وفي القوم شر، جاءوا من بلاد بعيدة ما ندري من أين جاءوا وماذا يريدون، يضمرون الشر بأمير المؤمنين. شوف الخبز. والنبي قال لعثمان يا عثمان إن الله سيلبسك قميصا وأن المنافقين يريدون أن ينزعوه عنك فلا تنزعه. والقميص هو الخلافة. فجاءوا لعثمان قالوا له يا عثمان، قبل هذا عثمان كان مع الصحابة في البيت، فكأنه تشاور مع الصحابة فذهب، فسمع الناس في الخارج يتكلمون، فرجع إلى الصحابة قال لهم لأصحابه، شوف شوف القصة، قال لهم أتعلمون ماذا يريدون؟ قالوا ماذا يريدون يا أمير المؤمنين؟ قال يريدون قتلي. عثمان متعجب، ثم قال لما يقتلونني؟ ليش يريدون قتلي؟ فوالله لقد سمعت النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. أما والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. هذا عثمان. وما من دين أحب إلي من هذا الدين بعد أن هداني الله، وما قتلت نفسا فلم يقتلونني. شوف كأن العبرة تخنقنا ونحن نسمع عثمان متعجب. حاصروه 40 يوما، منعوا عنه تعرف إيش؟ الماء، ولا زال الناس يشربون بئر رمح، الله أكبر، يشربون من مائه ويمنعون عنه الماء. خرج إليهم في الشرفة يوما 40 يوما ويكيدون به، فقال أيها الناس إني سائلكم فأصدقوني. الأمير يخاطب الرعية، إني سائل أصحاب النبي، يعني غير الأصحاب اتركوهم، سألوا الأصحاب، أنشدكم الله، أما تعلمون أن النبي قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وقد جهزت جيش العسرة كله فلم يبق الناس يحتاجون إلى عقال؟ قال الصحابة إي والله مشهد يا عثمان. قال أسألكم بالله، ألم تعلم أن النبي قال من حفر بئر روم فله الجنة؟ أما تعلمون أني قد حفرتها؟ قال الصحابة إي والله مشهد. قال إذن لما تقتلونني؟ ثم رجع عثمان، لكن الخبث موجود، لكن الشيطان مندس، رضي بالتحريش بينكم، وتلك الفتنة بدأت ورفع السيف ولن يقف.
الفتنة ازدادت. جاء أبو هريرة رافعا سيفه رافعا سلاحه فدخل على عثمان قال يا عثمان دعنا نقاتلهم. الصحابة كثر أبطال رجال. قال يا أبا هريرة والله لو قتلت رجلا واحدا منهم كأنما قتلت الناس جميعا. جاء الشباب، جاء الحسن، جاء الحسين، جاء ابن الزبير، جاء شباب الصحابة يريدون القتال كلهم متجهزين. فقال لهم عثمان بن عفان قال أناشدكم الله ألا تراق محجمة دم بسببي، لا تقتلوا أحدا لأجلي أنا. يريد أن يفدي الأمة بدمه، خلاص يقرب نفسه لله، هو منتظر المصيبة التي سوف تأتيه على بلوى تصيبه. دخل عليه من؟ علي متجهز، علي تسلح مع ابنه الحسن. قال يا بني تعال معي. قال إليهم، قال لعثمان. فدخل الحسن مع علي إلى عثمان بن عفان فقال علي يا أمير المؤمنين نقاتلهم. قال والله ما تقاتلهم. قال بل نقاتلهم. كان علي أخذ في نفسه، ليش؟ لما يرضى نقاتل الناس دونه؟ فما رضي عثمان فرجع علي. لما لا يأمرنا أن نقاتل الناس ويجب أصلا يقاتل دون الإمام؟ فخرج عثمان على أصحابه، رأى أصحابه فيهم ثورة أن يقاتلوا دونه. قال ألست أميركم؟ قالوا بلى. ألا تجب طاعتي، طاعة الأمير؟ قالوا بلى. قال فإني آمركم أن يلزم كل منكم بيته، اجلسوا في بيوتكم. ومرت الأيام، 40 يوم محاصر عثمان مع زوجته ويقرأ القرآن ويقوم الليل، حتى جاء ذلك اليوم وعمره طبعا أكثر من 80 سنة عثمان بن عفان. ماذا يريد؟ خلافة لا يريدها، الملك لا يريده، هو التاجر الذي ضحى بأمواله، ماذا يريد؟ لا يريد شيئا. حتى جاء لخدمه فوجد الخدم متسلحين الغلمان، فقال لهم عثمان من أغمد سيفه فهو حر. فأغمد الغلمان سيوفهم، أحرار. شوف شلون يرغبهم، يحصن دماء المسلمين ويحقن دماء المسلمين. حتى وصل إلى بيته فنام تلك الليلة، فرأى في المنام النبي وأبا بكر وعمر، رأى الثلاثة وكانوا يأكلون. فقام عثمان ليأكل معهم، قالوا لا يا عثمان صم صم، غدا فسوف تفطر عندنا، غدا تفطر عندنا ليس اليوم. فأصبح عثمان صائما ومسك المصحف وأخبر زوجته بهذا وهو ينتظر الشهادة في سبيل الله. فدخل أول رجل عليه والصحابة جلسوا في بيوتهم، أمر من الأمير. فدخل أول الناس في بيته فلما رأى زوجة عثمان لطمها، ضرب من؟ زوجة عثمان. فنظر إليه عثمان قال ما بالك يا رجل، قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. يقول الرجل فأخذتني رعدة، خاف فهرب ما عمل شيئا. ثم تكاثر الثوار فدخل الناس عليه في بيته وهو يقرأ القرآن ولا يبالي بهم، فمسكه أشقى القوم من لحيته ثم أخذ الخنجر وطعن عثمان 9 طعنات، وأول قطرة دم سقطت على قول الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سقط الدم على المصحف، سال الدم، بكت زوجته. قال الطاعن الخبيث قال 9 طعنات، 3 لله و6 لشيء في صدري كذب، فال9 كلها ليست لله. فدعا عثمان الأمة بدمه، سال الدم، استشهد، بكت الزوجة. ما بكت على زوجها فقط، قالت قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن، قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن. ماذا حصل للذين قتلوه؟ يقول يزيد بن حبيب يقول أكثر الذين دخلوا على عثمان أصيبوا بالجنون آخر حياتهم. يقول أبو قلابة كنت في الشام، يقول كنت في الشام، يقول فرأيت رجلا يصيح يا ويلاه النار، يا ويلاه النار، يا ويلاه النار. يقول فجئت إلى الصوت أنظر من هذا الرجل، فإذا رجل قطعت رجلاه
وقطعت يداه وعمي بصره، فقلت ما شأنك يا رجل؟ قال أنا دخلت على عثمان أول من دخل فلطمت زوجته، فقال لي يا رجل ما لك؟ قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار. قال أما يداي فقطعتا، أما رجلاي فقطعتا، أما عيناي فذهبتا، ولم يبق إلا النار. يا ويلاه النار، يا ويلاه النار. قتل عثمان وفدى الأمة بدمه ولحق برفقائه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لعل إن شاء الله في الأسبوع المقبل يكون حديثنا مع البطل، مع الشجاع، مع الذي أحبه الله، مع حيدرح، مع علي أبي الحسن ابن أبي طالب. نسأل الله جل وعلا أن يبقينا حتى نتلذذ بسيرته العطرة في الأسبوع المقبل. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.